والآن نتشرف بالدكتور المعمار راسم بدران في كلمة خاصة عن العمارة والهوية المكانية، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. أولا أنا جدا سعيد أن أشارك معكم هذا النشاط المهني الهام، وأشكر الشباب القائمين على هذا الجهد. هو بلا شك جهد يعني مثالي، وجهد له سيكون له دور كبير في أثر كبير في تعليم أو في التوجيه أو في إعطاء بعد معرفي جديد في مفهوم العمارة والعمران. وهذا يظهر من العناوين التي وظفت أو وضعت كأساس لهذا الأسبوع الثقافي. أذكر عندما وضع عنوان الافتتاحية اقترحت كلمة العمارة والهوية العربية، ثم حولناها إلى العمارة والهوية المكانية. وأنا يمكن من عادتي دائما بغير العنوان، فقلت لماذا تكون عمارة المكان؟ هي شاملة، تشمل كل ما تحتويه المحاضرات القادمة من فهم العمارة، ما هي العمارة وما هو العمران. اطلعت على العناوين وعلى الفقرات وال بسميها المداخلات التي يعني نظمت في ضمن هذا الأسبوع. فهناك مجموعة من العناوين اعتبرها مهمة جدا وتحتاج إلى النقاش وتحتاج إلى البحث والاستقصاء. هي لا زالت إشكالية، لازلنا نبحث عنها ونبحث عن تفسير مقوماتها. فمثلا بدءا بالهوية، وهي كلمة صعبة، وهي كلمة سهلة بسيطة لكن معانيها كبيرة. أنا في الهوية ربما يعني أسأل نفسي عن ماذا تعني هذه الكلمة من قيم. هي تبحث عن من أنا كإنسان، ومن أنا في تعبيري كإنسان في هذا العالم، من خلال ما أتكلمه، من خلال ما ألبسه، من خلال ما أمضي حياتي اليومية فيها، ومن خلال أيضا ما أسكنه من ما يسمى العمران أو العمارة. والبعد الآخر الهوية، أين أنا، أين أعيش، أين طبيعة المكان الذي أعيشه. هل هو في مكان جبلي، مكان ساحلي، مكان صحراوي، مكان خصب زراعيا، هل هو مكان حار، مكان متوسط المناخ، وكيف أتدبر أمري في صياغة العمرانية من خلال من أنا وأين أنا. فهذه هاتان النقطتان هما يشكلان، ولا شك هناك أسئلة أخرى كمان، هناك نقاط أخرى تشكل معنى الهوية، لكن هذه بس فقط اختصار لهذا التعريف. وهي قضية تشغل بال كل المعماريين والمخططين حول هل عندما نعمل أي منتج معماري، هل هذا المنتج يشكل جزء من ثقافتنا أو جزء من كانونتنا، ويختلف عن ثقافة الآخر أين موجود في هذه الكرة الأرضية. أن الآخر أو الآخرين لهم أيضا هويات ولهم أبعاد جغرافية من حيث أين هم وكيف يتعاملون مع قضايا الحضارة والعلوم والمستجد في هذا الزمن. فأعتقد أن هذا موضوع سنتطرق له عندما أتطرق إلى المواضيع الأخرى التي أيضا لها ترابط مع هذه مع مفهوم الهوية. من الأشياء التي دائما تذكر في الهوية الموضوع الثاني هو العمارة الإسلامية أو الدينية أيضا. وأنا هنا أفضل أن أسميها عمارة المجتمعات الإسلامية، لأن هي تشكل بعد أوسع من كونها فقط في إطار جغرافية العالم الإسلامي. فهناك في أوروبا في عندك تجمعات إسلامية لها تعبير، لها مطلب أن تعبر عن ثقافتها المادية من خلال السلوك الإنساني، من خلال العمارة التي تشكل جزء من هذا السلوك وهو المسجد أو مكان الصلاة. فأنا أفضل أن أسميها عمارة المجتمعات الإسلامية أو عمران المجتمعات الإسلامية. الشيء الآخر الذي يشيرني أيضا فيما يتعلق في مفهوم الإسلام والدين والتعبد وقضاء شروط وفود الإسلام هي المسجد، مكان العبادة. وهنا أنا عندي رأي في هذا الموضوع بالذات في البعد المادي. فالمسجد هو مكان الصلاة، الأرض هي مكان الصلاة، يعني قداسة المكان المقدس هي من خلال الصلاة عليه. فالأرض كلها مقدسة عندما أصلي في أي مكان فيها. فإذا المسجد هو ليس بالبد أن يكون بناء صرحيا، بناء يمكن أن أصلي تحت واحد نخيل يسمى تحت الأشجار
كما هو في جامع قرطبة فرضا. فأنا أرى أن المسجد يجب أن يأخذ بعد آخر يتخطى موضوع الصلاة فقط كوظيفة محددة. أنا أريد أفكك مفهوم المسجد وأعيد تركيبه ليصبح هو مركز ثقافي، مركز اجتماعي، مركز تفاعلي، مركز خدمي. هنا يصبح المسجد هي المدرسة، هي الطب، هي المدرسة، هي التعلم، هي قضاء حاجة الناس. وهناك أمثلة ونماذج عملت في هذا السياق. طبعا إذا تكلمنا عن عمارة المساجد ربما نقول أن كلما كان المسجد أبسط كلما كان أقوى في تعبيره. ربما من الأشياء المهمة في المساجد أنه كيف أستغل ما خلق الله سبحانه وتعالى، الضوء، الشمس، أن أشكل الضوء في داخل المسجد من خلال الضوء الروحي الذي يعطي الإنسان قدرة أن يتأمل ويتصل بالخالق، كما جرى في جامع صديقي التركي أرولات في جنب اسطنبول عندما أنشأ هذا الجامع الذي هو فيه تواضع رهيب وفيه قوة شديدة من خلال قوة الإنارة. فقط أنا أجيب فقط كأمثلة. إذن هنا يعني أعتبر إنه المسجد يجب أن يأخذ بعد اجتماعي عمراني متفاعل، ليس فقط مكان للصلاة ثم يخلو عندما تنتهي الفروض. نأتي إلى الموضوع الثالث الذي طرح أيضا من ضمن الأبحاث التي ستطرح في هذا الأسبوع، هو التراث والتاريخ. وأنا أقول ما هو التراث؟ هل هو التراث الحي أو التراث المحنط؟ هل هو التراث المعاش أو التراث الرمز الذي أنظر له فقط كشيء أثري لا أتفاعل معه؟ طبعا هناك بعض مدن تراثها حي مثل القيروان، مثل مكناس، مثل مراكش، مثل القاهرة. أنت تعيش التراث، تتفاعل معه، وهو قائم من خلال ما يسمى الحيز العمراني الذي شكل في زمن من الأزمنة، وكان هذا يعبر عن تلاحم هذا المجتمع ويعني نقول تآلفه. ربما مجتمعنا الحالي هو ليس متآلف، لكن ربما هذا البعد التراثي أو الخبرة الجسمانية أو الجسدية الحركية في داخل هذه المدن الموروثة يشكل انتقال من المدينة الوظيفية إلى المدينة ذات القيم والعبر. يمكن نتعلم منها في النسيق مدننا القادمة، يمكن تكون هذه الدروس نتعلم منها من هذا التاريخ الحي أو التراث الحي. عندما نتكلم عن المعاصرة، يعني أنا أفهم إنه المعاصرة هي كيف أتعامل مع ظرفي الحالي، كيف أتعامل مع الزمن الذي أعيشه، وكيف أستوعب هذا الزمن كما استوعبه القدماء في زمنهم. عندما نتكلم عن التراث، التراث أنتج من خلال إبداع إنساني كان في وقته هو الحداثة، هو الإبداع. فأنا أخذ هذا السلوك الإنساني وأحاول أن أتعلم منه كيف أشكل من خلاله ما يسمى المنتج المعاصر، فأن أستفيد من إمكانات العصر، من التفوق العلمي، من البحث العلمي. وأعتقد أن هذا جزء مهم في أن أفهم أن هذا العصر هو عصر يعطي المجال للبحث والاستقصاء، وأحاول أن أكرس فيه فكرة أن الإنسان يستعمل حواسه. نحن لا نستعمل حواسنا عندما نصمم العمل المعماري، نأخذه فقط كعمل مادي. في سابق عهود كان المعلم أو البنا كان يتعامل مع كل حواسه لإنتاج ما يسمى هذا المنتج المادي، إن كان فتحات الأقواس والعقود كانت كلها عبارة عن إنجاز إنشائي إبداعي. فلماذا أن أنتج إنجاز إبداعي إنشائي معاصر؟ وهنا أقول إنه يعني عندما أبحث في هذا المعاصر سأبحث عن عدة قضايا حول المكان. ماذا يشكل هذا المكان من معطيات هي لم تتغير؟ فأنا أتعامل مع المكان الحار أو المكان الصحراوي أو المكان الجبلي أو المكان الساحلي. كيف أتعامل مثلا مع المناخ كما تعامل معه أسلافنا؟ أبدع في مفهوم التهوية الطبيعية والشخشيخة واستعمال حركة الهواء. كيف أتعامل مع هذا المنظومة الإبداعية في أن أعيد البحث فيها وأتعامل مع المتاح من المواد وأدوات التنفيذ لأنتج عمل معماري مناخي أتفادى فيه لحد ما لا أبالغ في استعمال المكننة؟
لماذا لا استعمل النظام الطبيعي واطوره ليصبح هو ايضا نظام لتكييف هذا الفراغ المسكون؟ انا اتعامل بالذات مع الاماكن الحاره التي هي يجب ان تكون مصدر الابداع المعماري، لا اختزل هذا الابداع بان اوظف الادوات التكييف الصناعي وما شابهها في ان اهيئ هذا الظرف المناخي المريح للانسان. لماذا لا استفيد من التراث الموروث او التراث الذي سأعمله أسرنا في أن نبحث عن هذا البعد التقني ونطوره؟ في نقطة أخرى أنا كنت دائما يعني أبحث فيها، أنه هي مجتمعية العمارة. هذا موضوع يمكن مهم يجب أن يتطرق له الإنسان في أبحاثنا القادمة، أن العمارة هي عبارة عن جزء من بنية المجتمع، والمجتمع يشكل ما يسمى العمران المجتمعي الذي يشكل ما يسمى الأحياء المتلاحمة، الأحياء المتراحمة. فهذا يأتي من خلال العلاقة بين الحيز المشيد والفراغ المفتوح. هذا الحيز المشيد هو الحيز الخاص الذي يعيش فيه الإنسان ويجد فيه خصوصيته ويلبي ويحقق فيه ما يسمى حياته الخاصة. أما الفراغ العام هو أيضا فراغ يجب أن يكون فراغ مسكون، يجب أن يشكل هذا الفراغ بحيث يصبح هذا الفراغ اجتماعي آخر، يشكل ما يسمى العائلة الكبرى من خلال التجمعات أو الجوار الذي يشكلون هذا التلاحم الاجتماعي. أعتقد هذه أحد مزايا عمارة المنطقة، وهذه جزء من إرثنا الثقافي أو إرثنا الاجتماعي السلوكي الذي ورثناه من الماضي. فلماذا لا نبحث عن كيف نعيد تشكيل ما يسمى هذا الفراغ العام ويصبح هو كأنه البيت الآخر، لكن البيت يشمل مجموعة من الجوارات، الجوار السكني، بحيث تشكل عائلة أكبر حجماً فيها التبادل الاجتماعي، التبادل التعارف بين الأجيال، فيها التعلم، فيها الإثراء الثقافي والإثراء المعرفي. فهنا تصبح العمارة لها قيمة يعني تربوية. بعد آخر أبحث عنه هو أخلاقية العمارة، أخلاق العمارة. أنا أجزم بأنه نحن نتعامل مع مدن اعتمدت على النظام العمراني الكثيف المرتفع. منشآت العمرانية المرتفعة تعطي انطباع لمن يسير بالشارع بأن هذا الغني هو أمامك وأنا الفقير. هذه تولد ما يسمى الحاجز الاجتماعي بين الفقراء والأغنياء. فكيف يمكن أن نوجد أن صياغة معمارية يصبح هذا العمل في نوع من التواضع، في نوع من أن يصبح الإنسان الشارع الذي يصير في هذا الحيز المفتوح الذي هو له، عندما يجاور هذا البناء يشعر أن هذا البناء يحتضنه، يستوعبه، يأويه برفق، لا يشعره بأنه هو إنسان عدم، والعمارة هي القوة الشامخة. وهذا يأتي في سياق المدن الحديثة التي تنشأ في المنطقة والتي تعتمدت على البناء المرتفع. فهذا البناء المرتفع ربما نشأ في أمريكا بسبب شح الأرض وشح المنطقة التنموية، لكن نحن لدينا إمكانية أن نتعامل مع البناء بمقياس إنساني، مقياس يشكل يعني يخف من هذا الضغط الاجتماعي لعامة المهمشين، لأنه إحنا مجتمعاتنا النسبة المئوية من الطبقة الوسط كبيرة والنسبة الغنية هي القليلة. فكيف نوفق بين هذين البعدين؟ وهذا جزء من أخلاق الإسلام، أنه لا فرق بين غني وفقير إلا بالتقوى، وبالتالي يجب أن أوفق بين الغنياء والفقراء. وهذا يظهر تماما في العشوائيات، عندما عملت بحث حول عشوائيات ماسبيرو، كيف أوفق بين الغني والفقير بأن أستعمل لغة العمارة العشوائية تصبح عمارة فيها حداثة التصنيع، فيها العقل الإنتاجي التقني، لكن تظهر مظهر هو يقاربك بالعشوائي، لكن فيها عمارة منمقة، عمارة متقنة، لكن أيضا فيها بعد اقتصادي، ويشعر الفقير الذي يعيش في هذه العشوائيات هو نفسه يجاور الغني الذي أيضا عمارته فيها نفس هذه العناصر المعمارية. فنحن هنا وفقنا بين المجتمعات بحيث تشكل مجتمع متراحم، مجتمع متوافق، وليس مجتمع متنافر تولد عنده العنف والحب الانتقام. فهنا أبحث هنا عن العمارة كأخلاق، أي هل نحن استوعبنا هذا البعد أم لم نستوعبه في عملنا؟
أنا لا أريد أن أطيل عليكم لأن المواضيع هذه جدا جدا متشعبة، وعندما أبحث فيها يعني يمكن أنسى نفسي في الكلام، بس أنا حبيت بس أعبر عن ما يشغلنا جميعا. أنا يشغلني هذا الموضوع بالذات، هو كيف أضع أوجد عمارة فيها ألفة مع المجتمع. وكثير من الأعمال التي قمت فيها بالسعودية عندما كنت أسير بالشارع وأقابل مثلا شخص عمره 80 سنة من نفس بيئة نجد يقول لي إن هذا المشروع الضخم يذكرني في منزلي، أنا جدا فرحت عندما يقول لي هذا الكلام، معناته أذن أوصلته إلى مبتغاي. أنا لم أعمل له عملا نشال، عملا يخفى أمامه فيه طلاسم يريد أن يحل رمزه، أوجدت له عمل هو جزء من ذاكرتي التاريخية لكن هو عمل معاصر. كيف نبحث عن هذه الصلة؟ كيف نبحث عن هذا البعد؟ وأعتقد أن هذا هو الذي يعطي للعمل نوع من الاستدامة. يعني عندما نتكلم عن الاستدامة، هي ليست الاستدامة المناخية، هي أن هذا العمل شكل جزء من ذاكرة المجتمع، من الذاكرة المكنية للمجتمع، هي وحدت عناصر المجتمع باختلاف طبقاتها وفئاتها ومستوياتها الاجتماعية، كلهم تآلفوا حول هذا العمل فاجتمعوا حوله، أنه جماعة المجتمع وجدت له ما يسمى الأمان السلمي الاجتماعي. أعتقد يمكن لا أريد أن أزيد بالحديث، أعتقد أني تخطيت الوقت المحدد لي، بس أنا أعتقد هذه النقطة يجب أن نضعها في بالنا أمام الباحثين وأمام طلاب العمارة، أنه عادة يقال أعمل لي عمل صرحي، عمل آيكونيك. الواو هي لا تفيد شيء، هي بالعكس هي تزيد من فرقة المجتمع، لأن الإنسان الذي يسير بالشارع هو إنسان عادي، إنسان ذات ثقافة وسط، نهيك عن المثقفين، لكن أنا أحكي عن غالبية مجتمعاتنا، هي ليست مجتمعات على درجة عالية من الرفاه الاجتماعي. وبالتالي عندما يجدوا هذا الشيء الواو يشعرون بالغربة، يشعرون بالبعد. أنا أريد أن أعمل عمارة تقرب الإنسان له وتقرب كل المجتمعات حوله، ويصبح هو هذا المنزل الكبير أو هو البيت الكبير لسكان هذه المدينة. أعتقد يمكن يكفي فأقوله، وأتمنى أن تكون الحلقات القادمة والدخلات هي بلا شك أنها مفيدة من عناوينها، وأعتقد أنها ستكون هذه زي جامعة مفتوحة، يعني الطلاب سيستفيدوا من ما يطرح وما يعرض عليه من أعمال ونماذج وأبحاث منفذة أو أعمال منفذة أو أبحاث بحثية. وأتوقع يعني أتمنى أن تكون هذه التحية هي تعبر عن ما نريد أن نصل إليه كهدف في هذه في هذه في هذا النشاط الأسبوع، وشكرا. نشكر الدكتور المعمار راسم بدران على الكلمة الخاصة في بداية أسبوع العمارة العربي، ونشكر جميع الضيوف المتحدثين على قبول دعوة المشاركة وجموع الحضور على تخصيص جزء من وقتهم للاستفادة من هذه المحاضرات. آملين من المولى التوفيق والسداد في هذه المبادرة، ونتطلع لتقديمها لأعوام عديدة. Our deepest thanks to all of our guest speakers for accepting the invitation to participate with us. And many thanks to all the attendees for taking the time to join us. We pray that God would bless the initiative for many years to come. As a reminder, you can always visit our website to view the dedicated Arab Architecture Week page that contains all of the details for the program and the link to participate in the discussion channel.